السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام، وإن شاء الله تكون أموركم تمام. معكم دكتور إسماعيل أبو شادي، أخصائي العلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال، مدير مركز المستقبل العلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال بفروعه الثلاثة في مصر، المهندسين مدينة نصر 6 أكتوبر، ومدير مركز رواد الأمل للعلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال في الدمام، وقريبا هنكون موجودين في الخفجي في المنطقة الشرقية برضو، ومدير مركز العلاج الطبيعي المكثف في كركوك بالعراق. انا كنت نزلت بوست زي ما انتم شايفين كده في الكوميونتي، ايه المواضيع اللي انا عايزين اتكلم فيها، عايزين اتكلم عن تمارين علاجيه، ولا اشرح مرض من الامراض، ولا احط قصه تحسن لطفل، ولا انزل الجزء الثاني من شرح مشكله الصلب المشقوق، ولا اتكلم عن حقن البوتوكس. طبعا الردود والتعليقات كانت كتير جدا جدا بفضل الله، فانا حبيت ان انا في الاسبوع بتاع العيد ده انزل لكم ثلاث حاجات من الـ الخمس مواضيع المقترحه، وان شاء الله بعد العيد انزل الامرين الاخرين ان شاء الله. فانا النهارده عشان العيد وده احنا داخلين على العيد، فهنديكم عيديه صغيره كده. اول حاجه هنزلها لكم هو قصه تحسن لطفل، وبعدين ان شاء الله في العيد اثناء العيد هنزل تمرينات علاجيه كتير جدا عشان اجازه العيد والناس في العيد تبدا تعمل التمرينات العلاجيه. و في اخر العيد كده برضه شرح مرض من الامراض واحد المشاكل الحركيه، هتكلم عن ديزيز او مرض من الامراض كده. بس عشان ما نطولش في المقدمه، احنا النهارده معانا قصه تحسن طفل من اليمن. الطفل ده اسمه امين، دي صورته وانا معاه، وهوريكم الولد ده اول ما جالنا المركز، مش اول ما جالنا المركز، اول ما اهله تواصلوا معايا وبعتوا لي الفيديو بتاعه على الواتساب قبل ما يجي اصلا مصر للعلاج. وهوريكم دلوقتي الولد بقى عامل ازاي ومراحل تطوره الحركيه، من اول ان هو كان بيزحف على الارض بايده، مش حتى بيحبي حبو طبيعي، لحد ما بدأ يقف وبدأ يجيب خطوات، وبدأ بفضل الله يعني وصل لمرحلة ممتازة جدا جدا جدا. فإن شاء الله الفيديو اعتبروه عيدية باقة أمل ليكو، تديكو مدى قدرة العلاج الطبيعي على تحسين حالات التأخر الحركي والشلل الدماغي والأمراض العصبية بعد قدرة ربنا سبحانه وتعالى، هو الأساس وهو بفضل الله سبحانه وتعالى. ما احنا الا سبب من الاسباب، بنجتهد مع الطفل وبنعمل اللي علينا معاه. فيلا بينا نشوف حالة الطفل امين من اليمن قبل وبعد العلاج، ونرجع نتناقش تاني في الحالة. طبعا دي في بداية الولد اول ما جالنا، بابا ارسل لنا فيديو للولد وهو بيزحف على المقعدة. طبعا كان عنده غير قادر على الوقوف بمفرده، غير قادر على المشي، كان عنده ضعف في جانب من جوانب الجسم. طبعا شكل الحبو اصلا نفسه بشكل غير طبيعي، الحبو على المقعدة ده اصلا سيء جدا زي ما احنا شايفين، ممكن يعمل انحراف في العمود الفقري، ممكن يعمل قصر في العضلات. فالولد كان فقط عنده القدرة على الجلوس، وعنده القدرة فقط على الزحف على المقعدة، وغير قادر على الوقوف او المشي بمفرده. وده كان الفيديو المرسل لنا قبل ما يجي ويبدأ في برنامجه العلاجي للعلاج الطبيعي المكثف. طبعا بعد ما الطفل جالنا عملنا معاه برنامج علاجي مكثف، ومرنا معاه بمراحل كتير من ان احنا نخليه يقف، ودي كانت بداية خطواته الاولى بعد حوالي شهرين من العلاج الطبيعي المكثف. طبعا الولد زي ما انتم شايفين لسه مش متزن، لسه وقفته مش متزنة، في هزة واضحة جدا 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 في وقفته، بيرمي نفسه لورا، ولكن ده يعتبر تطور كويس جدا في بداية الشهرين الاولين مع الطفل. هنا بقى هنلاحظ تطور كبير جدا جدا مع الطفل. الولد كان لابس الاول جبيرة قدم، دلوقتي بقى لابس حذاء طبي. الولد دلوقتي بيمشي بمفرده، الدكتور فقط موجود وراه لتأمينه لتوجيهه. طبعا احنا هنا مخلينه يمشي باتجاهات مختلفة، يمشي للأمام، يمشي للجنب، الدكتور بيحاول يخليه يلف، ياخد لفة،
الدكتور بيحاول يخليه ياخد انعطافات وانحناءات. الولد ما شاء الله زي ما انتم شايفين مع العلاج الطبيعي المكثف بدأ يمشي، بدأ يتحكم في مشيته. صحيح طبعا هو مش متزن 100%، ولكن مقارنة بالبداية اللي هو بدأ فيها، مقارنة بالوضع الصحي والوضع الحركي اللي كان عند الطفل في البداية، فيعتبر ده شيء كويس جدا جدا جدا، وإنجاز في وضعه الحركي وفي اعتماده على نفسه في إن هو يبدأ ياخد خطواته ويمشي. هنشوف هنا برضو في الفيديو ده الآخر، الطفل دلوقتي برضو نفس الموضوع، الدكتور حاطط له هدف يروح ناحيته هو الكرة. طبعا احنا دي حاجة مهمة جدا ان احنا نعرف ايه الحاجات اللي بتحفز الطفل على اداء التمرين وعلى اداء الحركة. ممكن طفل يحب الكرة، طفل يحب يتشجع مثلا بلعبة، طفل يحب يتشجع بفيديو معين، فاحنا بنشوف ايه الحاجة المحفزة للطفل تخليه زي ما احنا شايفين يؤدي الجلسة في نوع من الـ يعني الترفيه، ونوع من ان هو يعمل الشيء بشكل كويس. شوف الدكتور بيحاول يبعد الكرة عنه عشان خاطر الولد ياخد زي انحناء او دوران، بحيث ان الطفل يبقى عنده تحكم كامل في المشية. يعني احنا مش عايزين الطفل مجرد ان هو يمشي للامام فقط، لا، احنا عايزينه يمشي بالجنب، عايزينه يمشي بالظهر، عايزينه يمشي باشكال مختلفة، عايزينه ياخد انحناء اليمين، انحناء لليسار، انحناءات بشكل مختلف، بحيث ايه ان شكل المشية بتاعته يكون متظبط ويكون في توازن كويس ليه اثناء المشية. ودلوقتي الولد هو زي ما احنا شايفين بيمشي الحمد لله بمفرده، معتمد على نفسه، واكيد احنا بنطور برنامج الطفل الاكتر من كده كمان، اللي مش مجرد بس ان هو يمشي وياخد انحناءات، بيبقى احنا عايزينه اسرع في المشي، شكل خطوته اكثر تاخد الشكل الطبيعي اكتر من كده. وبفضل الله سبحانه وتعالى دي النتيجة اللي وصلنا ليها مع الطفل في غضون تقريبا من 3 لـ4 شهور، وده بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد ما شفنا بفضل الله سبحانه وتعالى الشرح بتاعي ليكم مراحل تطور الطفل أمين من اليمن، من عدم القدرة على الوقوف أو المشي او حتى الحبو الطبيعي، الولد كان قاعد بيحبو على المقعدة زي ما انتم شايفين كده، زي ما شفتوا في الفيديو، لحد بفضل الله سبحانه وتعالى ان الولد بدأ يمشي وياخد خطوات وياخد انحناءات ويمشي من غير ما يكون حد وراه، من غير ما يكون حد ملازمه. فالحمد لله ده تطور كويس جدا جدا، وده كان في ظرف تقريبا من 3 لـ4 شهور، مش مدة كبيرة، كان بياخد في اليوم 3 ساعات علاج طبيعي مكثف. و يعني الحمد لله حصل معاه تحسن كويس جدا جدا جدا. برضه حابب اشكر الناس على تفاعلها مع القناه، القناه كل يوم بتكبر، كل يوم عدد المشتركين فيها بيزيد. برجو من كل الناس المهتمه بمحتوى العلاج الطبيعي المكثف وتاهيل الاطفال والمشاكل الحركيه بشكل عام ان هي تشارك معنا في القناه، تعمل لايك، سبسكرايب، شير. بفضل الله برضه فرع العراق يعني انطلق بقاله تقريبا دلوقتي 3 أسابيع أو حوالي شهر، وشغال كويس جدا جدا جدا، وجالنا حالات كتير جدا جدا. وبرضه خدمة العلاج الطبيعي المنزلي بفضل الله ناس كتير اشتركت فيها وناس كتير انبسطت منها الحمد لله. اللي حابب يتواصل معانا على فروع مركز المستقبل في مصر يكلمنا واتساب على الرقم ده، اللي حابب يتواصل معانا للعلاج الطبيعي في السعودية على الرقم ده، في العراق على الرقم ده، اللي حابب يتواصل معايا خدمة العلاج الطبيعي المنزلي للغير القادرين على القدوم إلى مصر أو العراق أو السعودية للفروع اللي تحت إشرافي، يكلمنا واتساب على الرقم ده عشان نقدم له خدمة العلاج الطبيعي المنزلي المدفوعة. كان معاكم دكتور إسماعيل أبو شادي، أخصائي العلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.